معنا هاتفيا من اسطنبول كاتب والباحث السياسي السوداني السيد ابراهيم ناصر. مرحبا بك استاذ ابراهيم. هناك انباء على القبض على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونقله الى سجن كوبر في الخرطوم، هل تاكدت هذه الانباء ولا سيما ان اسرته تنفي هذه الانباء؟ اولا اهلا وسهلا بكم. حياك الله. بالنسبة لسؤالكم، هو نعم البشير هو الرئيس المخلوع اليوم نقل إلى سجن كوبر، هو السجن الذي كان يتحفظ فيه أو يتحفظ فيه بكل معارضيه في السنين الماضية. فهو أيضا حسب ما رشح في الإعلام بأن البشير أو الرئيس المخلوع هو الآن يقبع أو تم القبض عليه ووضعه في سجن كوبر، فهذا خبر مؤكد وأن المعلومات تؤكد تواجده في سجن كوبر. كيف ترى هذه الخطوة؟ هل تدخل في إطار سياسة تهدئة الشارع التي ينتهجها المجلس العسكري؟ ممكن نستقرأها في هذا الإطار، لكن طبعا هناك حقيقة بأن المجلس العسكري علينا أن لا نشكك في إجراءاته وكل الخطوات التي اتخذها طبعا من أجل سلامة وأمن واستقرار البلد. طبعا البشير كما قلتم في تقريركم أنه ارتكب أخطاء كثيرة جدا بحق الشعب السوداني والسودان، وكلها وهي أخطاء ليست هي أصلا تعد ترتقي لجرائم إبادة وجرائم إنسانية، حتى أنه بسبب تسنمه للسلطة تعرض السودان إلى مضايقات وخطف مصير البلاد. وبالتالي هذه خطوة هي تأتي في أنه البشير يستحق كل جرم أو يستحق كل محاكمة أو كل جزاء يرتكبه أو جرم يرتكبه بحق الشعب السوداني. ليست لا تأتي في إطار انتفاض غضب المتظاهر السوداني أو المنتفض السوداني، بل هي إجراءات تأتي بعد أي ثورة مدنية اقتلع بها نظام ديكتاتوري. نعم. هي معهودة وإجراءات مفترض يقوم بها المجلس العسكري كي يرضي أو كي تؤتي الثورة السودانية وكلها. ولكن هل ستنجح هذه الخطوات بحسب رأيك مع عدم اعتراف الأمم المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي بهذا المجلس العسكري؟ اولا طبعا المجلس الامن او الاتحاد الافريقي طبعا له مطالب بان تسلم السلطه الى حكومه مدنيه، وهذا طبعا مطلب ايضا شعبي داخلي. فبالتالي المجلس الوطني كل ما يريد، وهو ايضا المجلس الوطني طبعا يطلب من ان يسلم، يعني حسب تصريحاته ما ظهر في الاعلام وحسب ما صرحت به قيادات المجلس او المتحدث باسم المجلس العسكري بانه سيسلم السلطه الى 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 المدنيين في اقرب وقت. ولكن هناك تحركات اخرى تعود الاوضاع الى ما كانت عليه في السابق. فيعزل السودان من محيطه ومن الدول دوليا حتى. نعم. وبالتالي لا اعتقد ان المجلس الوطني او المجلس العسكري سيتخذ قرار مصادره السلطه لصالحه. فبالتالي انا ما حسب ما اتابعه علينا ان لا نشكك في نوايا القاده العسكريين. نعم. فهم بقاؤهم هو امن للسلطه، لانه البشير او نظام البشير له قوات موازيه تستطيع ان تسدد. نعم. ولكن هناك تجارب مماثله في المنطقه، وايضا بحسب الانباء هناك تحركات، المجلس العسكري يتحرك دبلوماسيا لانتزاع الشرعيه، وهذا ما اكده مندوب السودان في الامم المتحده. يعني هل ترى دعم بعض الدول الإقليمية قد يغير الموقف الدولي مما حدث في السودان بشأن المجلس العسكري؟ طبعا أنا كمحلل سوداني ومحايد، ويعني محايد طبعا أستقرأ الحالة السودانية وأؤيد أي مطلب شعبي، وأنا بحكمي سوداني. نعم. طبعا نحن نخشى من ان يتحول السودان الى ساحه صراع بين القوى الدوليه، فهو تدوير المساله السودانيه هو سيؤثر على الوضع الداخلي بالتاكيد. المجلس العسكري هو يريد ان ياخذ شرعيه
ولكن هناك شرعيه مشترطه. يعني اجمل شيء في الامر ان الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الافريقي والدول الاتحاد الاوروبي يتلتقي بقادة المجلس العسكري ويقول لهم عليكم ان تسلموا السلطه لحكومه للمدنيين. هذا هو اعتراف كامل. المجلس العسكري طبعا هو يطمن كل من التقى به، ليس من اجل خط السلطه، انما من اجل تطمين الاطراف الخارجيه بانه سيسلم السلطه الى المدنيين. من اجل ذلك القوى الثوريه طالبت بتشكيل مجلس رئاسي لتسيير امور البلاد في ظل هذا الضغط الدولي. هل تعتقد ان المقترح يمكن أن يلقى قبولا دوليا وينفذ؟ بالطبع طبعا المطلب هذا قدم لأسباب، علينا أن نذكر هذه الأسباب، ومنها أن المجلس العسكري بحكم أنه قوة عسكرية ضاربة تستطيع أن تصفي أو تستطيع أن تقتلع النظام، بقايا النظام السابق، بحيث لا نشهد ثورة مضادة أو بحيث لا تضطرب الأوضاع. فهم المجلس العسكري او المعارضه قدمت هذه الطلب، طلب تشكيل مجلس رئاسي يشكل من او يتكون من مدنيين وتمثيل عسكري محدود، بحيث يستطيعوا ان يستخدموا قوه العسكر لاساس كل بقايا النظام السابق. فهذا هو طبعا هذه خطوه، وان كان التمثيل عسكري ومدني، يعني التمثيل العسكري نسبي والمجلس عسكري او المجلس الرئاسي يتكون من مدنيين، بالتاكيد طبعا القوى الخارجيه طبعا تريد ان خصوصا الدول الاوروبيه ودول كثيره تريد ان يستقر السودان، وخصوصا الدول الجوار. اذا ما استقر السودان طبعا كلما امنت اوروبا مشاكل الهجرة وأمنية، وطبعا أمريكا لها أهداف ثانية، والسودان هو حليف قوي لأمريكا في مكافحة المنظمات الإرهابية والمسلحة في منطقة القرن الأفريقي. نعم سيد إبراهيم الناصر، أنا أعتقد أنه الدول القوى الخارجية تريد أن يستقر السودان، نعم، وتضغط على المجلس العسكري وأن يشكل أو أن يسمع لمطالب واضح القوى المحركة للشارع السوداني. أشكرك، شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم ناصر، باحث والكاتب السياسي السوداني من إسطنبول.